السلام عليكم متابعين ديالنا الاعزاء، نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. واليوم اجى ان شاء الله نهار ديال ماما والعراضه ديال الوالده. جاو شي ضيافه عزاز بزاف والله العظيم، جاو مع المناسبه النهار غير ديالها بوحدها تا ديال ايوا تا ديما داخل الولد ما بقاش فيك الحال، تا ديما مزيه جيت هيا جوج شكون عندها شي بابا بحال هذا؟ راه ما يتلقش منك ماما. والله انا متتبعين لهذا النهار وصل ديال الوالدين وهذا النهار العشاء ديال الوالدين، ونتمنى ان شاء الله تقبلوا علينا كيف ما قبلتوا العشاء ديالي انا وياسين والعشاء ديال الغدا ديالي انا وياسين والغدا ديالي انا وزكريا. ما بين العشاء والغدا ديال زكريا تذكروا حيت غدينا معطلين نهار زكريا. وبصراحه طلعتنا هذا حتى هو العراضه ديال ماما واعره بزاف، ونخلي شي كلمه لبابا وماما واميمه كذلك. السلام عليكم كلشي بغيت غير دقه وحده، خلي بابا والد يلاه غير وهاد الليله هذا راه درنا العشاء ديالنا حتى حنا على النساب ديالنا. شنو غتجيبها فينا ولا ما غتجيبهاش فينا؟ ونتهلاو فيهم ياك ما نصدقوا حنا احسن العشاء ديالنا من الغدا ديالنا. صافي دابا المتتبعين هما اللي غيعلقوا. ايوا المهم حنا غادي نشوفوا كيفاش غادي يرجع. كيفاش غادي يرجع؟ راه زيد شي الفوليوم جيتي الفوليوم جيتي عرفتي واحد الحميم راه عرفتي؟ ايوا راني حمر دابا. راه ربي الكريشه يلاه الوالده. المتابعين ديالنا الاعزاء تحيه لكم كبيره الله يكبر بكم وشكرا لكم الله يحفظكم. وعاونوا لي وليداتي نتبعوا عليا هاد الدراري داروا الغداوه ديالهم داروا العشاوات ديالهم وانا عاوتاني المتابعين هذا الشيء درتو بسيط ايوا دعموني وقفوا معايا وخالتي يا هكاك يا وليداتي ما تخليونيش يا وليداتي الله يرضي عليكم. هذا لا لا تتيشي هذا اختي زايد عليكم الصراحه هادشي ديالك اخالتي منى زايد عليهم هما واخا الجلسه واخا الطبله واخا كلشي ولكن هادشي ديالها فن ما شاء الله. خلي قربي هنا ما تقولي فنه هدى حتى يتكلم. لا باينه باينه ضويس بسني شوفي ضويس ضحك لينا ويكونش العشا زوين كما قالوا شي حتى يطص ياك قال صافي قال صافي قال صافي مرحبا لاله مرحبا يا ودي لاله أميمة بس نزيد هذيك هودا مصويره ايوا صحتكم تحياتي لختي أميمة اختي هودا معنا ماما هودا قال صار سميتو راه البنات راه هودا شوف شنو نقول لكم هودا راه تيتيش بحال تيتيش لا أميمة جمعت جمعت وطلعت أميمة ما عندهاش معنا الهضره بزاف جات حتى الاخر عزيزه وغالية وهاد النهار هذا حتى هي عطناها معنا في الدار ودخلنا في العراضه ديال الوالده ديالي وفرحنا بها والله الا عزيزه وغاليه ربي يخليك اختي تيتيش الله يعمرها دار وحق الله عزيزه علينا بزاف مسكينه لا والله الا عزيزه علي اقسم بالله عندي في القلب والله العظيم ربي يخليك اختي تيتيش ودرنا لها الشريطه ديالها بلا حتى شي حاجه هي ماما قلتي لي دير ليها بلا زيت بلا ملحه بلا حتى حاجه لا الملحه اختي تتاكلها يا امين ماشي مشكل لا ماشي مشكل انا كاين الملحه هي هذه ها الملحه والكمون ودير شويه صافي اللي بغات ودير صافي خلينا نشوفوا لويسات ما شاء الله الله يخلي بالكم اقسم بالله الله يخلي بالكم ها بغيت تعرفوا لكم يا منى يا واي سير بها الوالده غايبر داك الشيء يا سير قتلوا الجوع طاح المخ ديال هذا طاح ربي الله 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 خليني المخ عافاكم ودا قالت لها عمرني ما كليت المخ اقسم بالله اول مره كلاتو عندنا قالت كيعجبني اختي قالت انا ما كنتش ناكل المخ كنت زعما والله الا قالت لي من عاد ما كتاكلوش كاع كعمر ما طاح زعما راس ما عنديش فيه بزاف الحوايج ما تناكلهمش هذاك النهار دخلت فيه طول وعرض انتما ما تاكلوش يا لهوي يا لهوي بلاتي نديرو ميما حتى ورانا وماما بغات الطبق الرئيسي اوه اه جيبو نتصورو معاه الله 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 يلا ماما تزيد الطبق فينا مخي صافي راه درينا داك الطبق ديالك عرفتي باش زيد زايده عندكم هنا الجلسه وشحال حنا مجمعين وضاحكين واحسن عشاء غلباكم غلباكم واحد جوج ثلاثة
مرحبا بكم، مرحبا بالاخت العزيزه نعيمه ومصاحبه هذه من الصحه مويه من وين هي ولا خبق كي دايره غلباتكم اخويا ياسين غلباتكم لا مويه من ما خافش عليها مويه من الكريف يا من الكريف شنو تصور غادي تراجع تجي الذكرى هنا ياسين ما معناش بس حبس مخي بغيت مخي طبعا خافوش على خاطر مرحبا بخليك على هذا صفر ليطور خايب عاد نقولك شكون زوينه داكشي اللي مولا بغيتي تكون زوينه جاك عمتي بعد على 10 النهار والله هي لقت العشاء واعر كاينه الريوس كاينه الحمال الروس وما تشهينا الحم فوار والله ما شهينا الحم فوار وزنا في الدوزات وخص يعمل في الفران جا واعر باش منو الصراحه هنا دابا صراحه الله العشاء ديال الوالده جا واعر ولكن صراحه الحاجه اللي ناقصه في الماكله شنو هي هدى هدى كنقطع ونعطيها كنقول لها كولي كتقول لي لا 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 بزاف هادشي ما لا هدى اصلا بابا احمد تهلا فيا مسكين والله تهلا فيا والله اختي هدى مسكينه ارتحت معنا وقسات وعجبها الحال طبيعة الحال احسن نهار دوزنا الصراحه صح العرضه ديال اليوم زوين احسن في سوق الحد لا لا زوين ايوا خالتي بلا خصها تطلع عليها المعنويات عاوتاني اختي هدى عرفتي علاش عرفتي علاش شنو زيد فيها زيد فيها كاين خالتي سميره الموسيقى وضحكي ناشطين ايوا كاين شي حاجه اكثر من هكذا الموسيقى في الطوموبيل سمعتي لا ما بايناش ديك الموسيقى ديالي نمشيو للسوق لهنا وعلى اني مع البرد والعجاج ما عندنا فين قلنا نديروا الليمونه على حسب تكون حلوه وحنا نديروها في الدار ديالنا النوبه ديالنا لانه حسن بدهم يشونجي شويه ما يبقاش غير قهوه 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 با محمد وميامنا هذا حسن ديما صرا تجي مع التصوير ديما تيجي مع التصوير قسم بالله قولي بح قولي بح قولي بح هنشوف اش هو هذا عندي كل شي حد الا ما الا كان شي حد غنشدو مباشره انشا والله الا هو انتوما الحسين الحسين عندك تحت لك التليفون شوفي شوفي ايا كذا ايا يا حبيبه هبطي هبطي جيبي لنا اختي هبطي شي نجيبها والله ياسين الا هو مانيشا والله الا هو مانيشا ربي والله القسم بالله انا حسيت جالو هزينا البيانه ديال شي حاجه هزا يعني خب علي خب علي وحده ديالي خب علي خب علي خب علي خمسي مين هدى فين غتخبى ديالي خطيرة هادي لا هما راه تعشاو تعشاو في لا والله قال لك عمتي مسكينة لا 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 كاين موجود زبانة كاين الوالد كاين 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 المشاهدين خص يكون الخير غير مزلع ملي ما يكونوش المشاهدين كنضرب على راسو
ماشي هما كيشوفوا فينا حنا لا واخبى عليه لا والو شو لا الوالد لا ما غير بالضحك شو حنا يضحكيتها وزيد طبقها علينا حنا لا حنا ضحكنا دابا انتما كتعايرونا دابا نتوما على هذا الحساب سايوك جاك العشاء الوالده اه انت بغيتي في موت في واش لا طوب قولوا لي وقف مع الباب نشوف فين كتوصل الباب لا مازال هذا خصنا هذا خصنا نبقاو نجيبوه في الوقت ديال الكرموس عندنا الكرموس غندير معايا الهنديه المهم خليكم معنا ان شاء الله نشوفوا الحسن مسكين واش مشى ولا باقي كما قالوا تحيه للطوال وتحيه للقصار وتحيه لكل شيء كاع اللي خلق ربي سبحانه وتعالى دابا هي اللي ولات الموضه في هذا الوقت السنين دابا تحطوا واحد القصه حدا حدا ما كنبانش حدا واخا انا كبير عليه في العمر دابا كيدير لاصال والله هاكا ربي هذا في المخزن مطلوب بالجره انا جوندارم والبوليس ولا هادشي كاع داكشي ديال المخزن كيبغيو بلا ما يكون طويل الطوال كيكونوا مرجوع شحال ما تيكون قصير وما تيتقبلش علاش حطوا لي هادشي اللي كاين دابا الوالد عندنا راه قصير شويه لا قالك الوالد راه وحنا طوال ما عرفتش كي درنا لا الوالد قصير جري على الطويل انت شد عليهم نشوف شوف شحال طويل عليه قال له راه جري عليه القصير هانت شوف تبارك الله لا لا قد 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 انا زيد شويه بابا كيكون في الدرايه عطيها تشوفوا معايا انا درت عليها سير كوموند قلت لهم جيبوها ليا هي بعدا الحبيبه ديالي هذه غتحرم عليها خارجين هاد النهار هذا مشاو يتعشاو على برا عافاك يا سيما وحاول عليها ملي كيشد يا سيما انا كنتقاتل معاه الزين ديالي الزين ديالي هاني هاني مام هاني مام هاني عايم عايم بك عايم عايم بك عايم 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 عندنا راه دابا الماني الدار خارجين كاملين صراحه مشاو يتعشاو على برا حتى هما يبدلوش وراكم عارفين يعني الوليدات كيخرجوا كيلعبوا وصفت معاهم سراين غتشاهدوا معنا ما كاينش راين هاد الليله بحكم انني يعني قلت له سير تلعب مع ولاد رشيده وتبارك الله كيلعبوا وخليناهم على راحتهم وانا ضمنت على ايا طلع واخا ما طلعوش وما طلع لي ايا امي شكي كدير عليه اي 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 بارك عليه تفيد لك الكاميرا باش نبوس على خاطري لا اخويا الكاميرا عرفتيش غايدير ليها فاش غايتسالي الكاميرا غايبقى يعضها من الكافي ديالها ها نتوما شارك معاكم البوسه ديالي الايه ويلي
كندير لها هكا. شوية شوية شوف 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 قد تلعب. هيا 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 يلا بركة عليها بركة عليها. عافاك يا زين عافاك عافاك عافاك. يا زين والله إلا واخا كاين شدك كنقتل فيه بلا صح مكاين بغيتش يخليها ديالي هذا. أيا المهم المتتبعين خليكم معنا إن شاء الله في هذه الأجواء إن شاء الله العقبة العرض أخرى والعقبة إن شاء الله الجلسة أخرى. ودعوا لي ان شاء الله ما عمتي دير الطلاقه ديالها القناه ديالها راه مشات غبرات ديك القناه تاع عمتي والله الا نسيتي عمتي عاد كتفيق. قولي لهم ان شاء الله باللي غادي تعاودي ترجعي واحد الرجعه ان شاء الله قويه والله يسهل الامور ان شاء الله يا رب. وتسناو ان شاء الله غادي ترجع بجديد وشي حاجه اللي غتفرحكم وتفرحها ان شاء الله حتى هي. والله يخليكم لينا وشكرا بزاف على التتبع ديالكم للقناه ديالنا والسلام عليكم.